جاي في ثانيه اعدادي النهارده ان شاء الله هنكمل معانا في دار. طبعا خدنا الحصه اللي فاتت العمليات على قاعده حقيقيه، النهارده هناخد حاجه اسمها العمليات على بذور التربيه. الدرس ده انا عندي اول حاجه بنلخص ثلاث حاجات او ثلاث قوانين او ثلاث خواص. عندي اول حاجه لو انا مثلا عندي الف و ب دول عددان حقيقيان غير سالبين. طبعا زي ما احنا عارفين قبل كده غير سالبين يعني مجموعة العدد الحقيقية غير السالبة اللي هي عبارة عن الصفر اتحاد الايه؟ مجموعة العدد الحقيقية اللي هي. طيب يبقى لو انا عندي ألف ودي عددين حقيقيين وغير سالبين، قال لك فإن رقم ألف لو أنا قلت مثلا جذر ألف في جذر ب يساوي، هنلاحظ هنا الاثنين ألف تحت جذر لوحده وب تحت جذر لوحده، يبقى هعمل ايه؟ هضرب اللي تحت الجذر ده في اللي تحت الجذر ده. يعني هخليهم الاثنين تحت جذر واحد، يعني معناها ألف في ب هتبقى جذر ألف ب. ناخد مثال على الكلام دوت. لو جه مثلا قال لي جذر 3 في مثلا جذر 12، يبقى زي ما اتفقنا عشان الخاصيه الارقام اللي عندي دول هضرب اللي تحت الجذر دول في اللي تحت الجذر دول، يعني هخليه مثلا جذر 3 في 12. طبعا 3 في 12 يعني 36، يبقى جذر 36 اللي هو في الاخر بيساوي كام؟ بيساوي 0. طب برضه تبع الخاصيه دي في حاجه برضه لازم نعرفها عشان بنحتاجها بعد كده في التمارين، ان انا احول العدد الحقيقي الى عدد نسبي مضروب في عدد غير نسبي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا لو جالي مثلا قال لي جذر 50، طبعا زي ما احنا عارفين طبعا دوت عدد حقيقي جذر 50. طيب عشان طبعا ال 50 زي ما احنا عارفين مالهاش جذر تربيعي، فعشان اخلي عايز احلل العددين بس بشرط ان واحد من العددين اللي هم حاصل ضرب ال 50 وكله جذر تربيعي. طيب حد قال لي مثلا ال 50 دي بتساوي 5 في 10، هو الكلام ده صح، بس ضرب 5 ده تربيعي جذر تربيعي ولا 10 جذر تربيعي، فعلى طول هخلي ال 50 دي تبقى عباره عن جذر 25 في 2. ليه 25 في 2؟ عشان 25 لها جذر تربيعي اللي هو 5، وطبعا ال 2 هسيبها زي ما هي تحت الجذر. نرجع للخاصيه دي، العكس بتاعها جذر 25 في، ممكن اخليها كده، اخليها جذر 25 في جذر 2. ال 25 جذرها 5 وال 2 زمان تحت الجذر، يبقى الناتج في النهايه هيديني 5 جذر 2. اذا كده خليتها على صوره عدد نسبي مضروب في عدد غير نسبي، يبقى جذر 50 في الاخر طلعت لي 5 جذر 2. وممكن امسك اله حاسبه اعمل جذر 50 اتك يساوي، هيطلع لي الناتج ده على طول مره واحده اللي هو 5 جذر 2. يبقى ده الخاصيه دي. نيجي بقى الخاصيه الثانيه برضه نفس الفكره، لو عندي الف و ب عددان حقيقيان برضه غير سالبين. فإن رقم ب أو رقم 2، هنا كنا خدنا الرقم هنا بقى ناخد الاسم، قال لي مثلا جذر أ على جذر ب، قال لي إن هي بتساوي هنا الاثنين أ تحت جذر لوحدها وب تحت جذر لوحدها، لا خليهم الاثنين تحت جذر واحدة يعني بتساوي جذر أ على ب. بس طبعا هنا في شرط زي ما احنا متعودين، حيث ال اللي هو المقام لا يساوي صفر، يبقى نكتبه كده بحيث ال ب لا يساوي صفر. طب ناخد مثال على الكلام دوت. لو جه مثلا قال لي جذر 8 على مثلا جذر 2، طيب انا خليهم الاثنين تحت جذر واحد، يعني زي خليها كده تبقى عباره عن جذر 8 على 2. طبعا 8 على 2 هيدينا 4، يعني في الاخر جذر 4 اللي هو بيساوي كام؟ اللي هو بيساوي 2. في بقى بعض الملاحظات برضه لازم نكون عارفينها. اللي هي بتقول ايه؟ لو جه مثلا قال لي جذر ا تربيع زائد ب تربيع، ما ينفعش اجي اقول له ان هي بتساوي ا زائد ب. زي ما قلنا قبل كده هنا زائد، ما ينفعش اجيب جذر دي لوحدها واجيب جذر دي لوحدها. برضه نفس الفكره، لو جه مثلا قال لي جذر ا تربيع ناقص ب تربيع، برضه ما ينفعش اقول له انها تساوي ا ناقص ب.
يبقى جذر ألف تربيع زائد ب تربيع لا تساوي ألف زائد ب. برضه نفس الفكرة، جذر ألف تربيع ناقص ب تربيع لا تساوي ألف ناقص ب. طب مش في الكلام ده في مثال عشان ممكن نفهم أكتر؟ لو جه مثلا قال لي جذر مثلا 64 زائد مثلا 36، طب هل احنا نقدر نقول ان 64 دي جذرها 8 زائد 36 جذرها 6 يعني الناتج هيدينا 14؟ لا طبعا غلط. يبقى الاول طالما زائد او ناقص تحت الجذر لازم اجمع الاول او اطلع، يبقى لازم اجمع الاثنين دول الاول، يبقى 64 زائد 36 هي 100، يبقى الناتج دوت بيساوي جذر 100 جذر 17. يبقى طبعا دي غلط، ما ينفعش اعمل كده. برضه نفس الفكره لو جت ناقص. برضه في ملحوظه ثانيه لازم نكون عارفينها، لو جالي مثلا قال لي الف في جذر ب، هدخل الف جوه تحت الجذر التربيعي مع مراعاه ان انا طالما داخل عدد تحت الجذر التربيعي يبقى لازم اضربه في نفس مرتين، يعني لازم اربعه، يبقى دي بتساوي جذر الف تربيع ب. مثال على الجمله دي او الملاحظه دي، لو جه مثلا قال لي اربعه في جذر نص، عايز اخليها في ابسط صوره، هدخل الاربعه جوه تبقى 16، يبقى دي معناها جذر 16 في نص. طبعا كده كده عارفين النص ب 16 او هختصر هتدينا 8، يبقى دي جذر 8. نفس الفكره بتاعت الخاصيه اللي احنا قلناها، هنخلي دوت عدد نسبي مضروب في عدد حقيقي. طبعا ال 8 دي عباره عن 4 في 2 يعني جذر 4 في 2، ال 4 جذرها 2 يعني الناتج في النهايه 2 جذر 2. يبقى اصل الصوره ال 4 جذر نص هيدينا 2 جذر 2. نشوف بقى اللي كمان اللي عندنا في الكتاب. أول تدريب بيقول لي ضع كل منا يأتي على صورة أ في جذر ب حيث أ وبه عددان صحيحان وبه أصغر ما يمكن. نشوف رقم أ. هنا بيقول لي جذر 28، زي ما احنا قلنا من شوية 28 مش ده جذر التربيع، أنا هحللها العددين بس بشرط واحد منهم يكون له جذر تربيع. أو ممكن أنا خلاف وأعملها بلا حسب. يبقى 28 معناها جذر 4 7. الأربعة جذرها 2 يبقى الناتج في النهاية 2 جذر 7. نشوف مثلا رقم ب. 2 جذر 7. نشوف مثلا رقم ب. عشان بس الوقت. هنا بيقول لي جذر أ، طبعا ما حدش يقول لي أ جذرها تربيع 10، لا ده جذرها التركيب اللي هو بيساوي 10 مش التربيع. الأ مش فيها جذر تربيع. يبقى الأ دي هخليها عبارة عن كام؟ هخليها عبارة عن 10 في 100. ليه ال 10 في 100؟ عشان 100 جذرها التربيع يبقى 10. يبقى جذر 10 طبعا ال 100 جذرها التربيع 10 يبقى الناتج 10 جذر 10. نشوف بقى معانا تدريب تاني. هنا بيقول لي اوقف قيمة ما يلي في أبسط صورة. رقم واحد بيقول لي جذر 50 ناقص جذر 18 ناقص جذر 2. طبعا دي مسائل امتحانات عشان برضه احل مسائل زي كده زي ما احنا اتفقنا من شويه. بمسك ال 50 دي واخليها حاصل ضرب عددين بس بشرط واحد منهم جذر التربيع او زي ما اتفقنا ممكن انا احذف. لسه عاملينها من شويه، جذر 50 دي كان عباره عن جذر 25 في 2 ناقص طبعا ال 18 برضه هتبقى جذر 9 في 2. يبقى ناقص جذر 9 في 2. طبعا جذر 2 دي كده كده ابسط صوره ليها، هنزلها زمان. ال 25 يعني هطلعها من تحت الجذر تبقى 5، تبقى بتساوي 5 جذر 2 ناقص برضه هطلع ال 9 من تحت الجذر يبقى 3، يبقى 3 جذر 2 ناقص جذر 2. خدناها لما كنا بنقول عمليات على قبل حقيقيه هي جذر 2، جذر 2 جذر 2، يبقى على طول اجمع او اطلع حسب الاشارات اللي عندي. 5 ناقص 3 يبقى 2، 2 هنا ما انساش ان هنا في 1، 2 ناقص 1 يعني 1، 1 في جذر 2 يبقى جذر 2. نشوف بقى مثال تاني برضه. بيقول لي جذر 7
نفس برضه الفكره اللي فاتت جذر 27 زائد 5 جذر 18 ناقص جذر 300 برضه نفس الفكره عايز اربع نازل في اوسط صوره رئيسيه اتفقنا دي مسائل كتير في الامتحان مسائل مهمه جدا يعني وزي ما قلنا ممكن نعملها بلا حسب ده اسهل طريقه بمسك جذر 27 اشوف قيمتها بكام زائد 5 جذر 18 اشوف قيمتها بكام ناقص جذر 300 اشوف قيمتها بكام وفي الاخر نجمعهم مع بعض او اطرحهم حسب الاشارات العامه هنا اول حاجه بقول جذر 27 طب ال 27 دي لما اجي احولها الاقيها 9 في 3 يعني هنخليها كده جذر 9 في 3 زائد الخمسه اللي ورا مش لاقي بقى فيها سنه زمنيه يبقى 5 جذر 18 يبقى 9 في 2 ناقص ال 300 خلاها 100 في 3 او 3 في 100 يبقى ناقص جذر 100 في 3 نكمل بقى طبعا ال 9 تطلع من تحت الجذر 3 يبقى 3 جذر 3 زائد برضه الخمسة اللي بره مش لاقي دعوة بيها سنة زمنية، التسعة تطلع من تحت الجذر يبقى تلاتة بينها في خمسة في تلاتة. ممكن حد يقرأها مرة واحدة 15 برضه صح. في جذر 2 ناقص ال 100 جذرها 10 يبقى 10 جذر 3. نبدأ بقى نجمع اللي شبه بعضه هنا 3 جذر 3 وفي هنا ناقص 10 جذر 3. يبقى 3 ناقص 10 يدينا سالب 7. يبقى سالب 7 جذر 3. طبعا دي 5 في 3 يبقى 15 يبقى زائد 5 في 3 هم 15 يبقى 15 جذر 2 يبقى الناتج النهائي ناقص سالب 7 جذر 3 زائد 15 جذر 2 ما اقدرش اجمعهم مع بعض او اطرحهم لان دي جذر 3 اما هنا جذر 2 اخر مساله معانا بيقول لي اكمل بنفس التسلسل يبقى كل اللي بعديها تبقى جذر 125 شكرا.